بسم الله، نشوف مع بعض ازاي اعمل رندر. الاول اروح 3D، ان انا ادوس F4 وبعد كده ادوس F2 عشان يجيب لي الشاشة بتاعت الرندر. بيقول لي عايز انهي نوع من انواع الرندر، الفلات ولا الفونج ولا كوكري ولا جلوبال. اقول له اوكي. طب عايز السايز قد ايه؟ كل ما هكبر السايز كل ما الجودة هتزيد، وينفع تخلي صورة كبيرة، بس الفكرة كلها هياخد وقت اكتر. فبتشوف انت محتاج درجة قد ايه. هنا بقول له خليلي لما اغير في واحدة فيهم نسبة وتناسب بين الاتنين، يعني لو خليت ده 800 اوتوماتيك هيكبر. طب لو شلت العلامة ديت وخليت دي مثلا 700، مفيش اي ارتباط بينهم دلوقتي. تمام، اقول له ايه؟ اوكي. هيبدأ يقول لي انت عايز السيتنج ايه؟ هل انت عايز ديفولت ولا حاجة هاي ولا فيري هاي؟ هتاخد وقت اكتر، درجة الكواليتي. تمام، وممكن برضه تعدل زي ما انت عايز. ممكن تكون عايز تزود البيكتشر كواليتي، الكاش كواليتي، الشادو. انا مثلا مش عايز الشادو، مش مهتم بيه اوي دلوقتي. هل هو اكستيريور ولا انتيريور؟ اقول له اوكي. هيبدأ يعمل الرندر بتاعي. طبعا احنا مختارين مبنى بسيط بحيث ما ياخدش وقت في عمل الرندر. تمام، دي فكرة الرندر، وإن شاء الله لما نعمل المبنى كامل نبدأ نجرب عليه موضوع الرندر. ظبط الإضاءة زي ما أنت عايز. تمام، الجاما كوركشن، التعديل بتاع الجاما. أوكي، عايز سيف الصورة دي ولا لأ؟ أقول مثلا أه سيفها لي.